إن فقدان شخص عزيز عليك هو من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة عاطفية حقيقية، فبعد وفاته تأتي الفاجعة والتي تعني الحرمان بسبب الموت. عندما تحدث الوفاة قد تواجه مشاعر مختلطة حتى وإن كانت الوفاة متوقعة. بعد خبر الوفاة العديد من الناس يشعرون بحالة من الذهول، فلا يوجد ترتيب خاص لحالة الحزن، وقد يتساءل بعض الناس أيضاً عما يحدث لأحبابهم في الآخرة. هذه المشاعر التي قد تواجهها في هذا الوقت هي الحرمان، عدم تقبل الواقع، الارتباك، الصدمة، الحزن، الغضب وغيرها بما في ذلك تأنيب الضمير. هي مشاعر طبيعية وهي ردود أفعال عادية للفقدان. قد لا تكون مهيئاً للتعامل مع هذه المشاعر القوية ومدتها وسرعة تغيير المزاج التي تحصل نتيجة ذلك الفقدان، فمن الممكن أيضاً أن تراودك الشكوك في استقرار صحتك النفسية. ولكن اطمئن، فإن هذه المشاعر طبيعية وستساعدك على التعامل مع خسارتك. ولكن أحياناً نشعر بأكثر من ذلك، كعدم النهوض من السرير وممارسة حياتنا اليومية، فيصبح حزننا مضاعفاً، وفي هذه الحالة من المهم طلب المساعدة. فعندما لا تكون قادراً على ممارسة حياتك فبشكل طبيعي فاطلب هذه المساعدة. للحصول على معلومات بطريقة سرية ومجانية عن الصحة النفسية يتم التحول لمؤسسات مقدمي الخدمات ولمستشارين مؤهلين من ذوي الخبرة لمساعدتهم على تجاوز الأزمات النفسية في أي وقت من الأوقات صباحاً ومساءً. يرجى الاتصال برقم المجاني المتاح. للحصول على مزيد من المعلومات عن الصحة النفسية مجاناً وبطريقة سرية أو للتحويل على مزودين لهذه الخدمات أو على مستشارين للأزمات النفسية يرجى الاتصال على الرقم الآتي 800-854-777-1.